هي محترفة محترفة كمان، ودي محترفة. نقطة، دي نقطة مهمة، محترفة ما بين قوسين انها محترفة. طب لو حضرتك عندك الفيجن ده، طب ما تقدم لرئاسة اتحاد الكرة، ليه لا؟ ايه؟ لا لا انا ما ليه لا؟ انا هقول لحضرتك اصلا انت عارف بقى المشكلة ايه؟ يعني احنا لسه بنقول والناس ولازم تشتغل. ما هو احنا وهنرجع للكلام ده، حضرتك كادر عظيم وفي كوادر كتيرة جدا، ولما يكون اكتر من كادر واكتر من شخصية زي حضرتك يعني عارفة بالظبط الطريق، ويبقى عندنا مرشحين ثلاثة بنفس المستوى، اكيد ده عائد كويس على الكرة المصرية. هو ما ينفعش الا مجموعة بتفكر بتفكير واحد وتخش الكلام ده. تمام. يعني انا اصلا زي هنرجع تاني في الانتخابات، انا بقولك لو دخلت انتخابات مش هنجح. لو دخلت ليه بتقول كده؟ لان انا لا اجيد لعبه الانتخابات. مش هينفع اعمل مجموعه يا باشمهندس، مجموعه من الكوادر اللي حضرتك عمليه صعبه. انت شايف ان الموضوع صعب؟ لا جدا، حاليا صعبه هي. لا زالت انا ولا اقدر اقول لك مين اللي هينجح ومين. يعني الموضوع طالما انت، انما انت بقى لو جيت قلت في رابطه انديه محترفه عايزين رئيس رابطه، لا القصه اختلفت. لانك بتتكلم في ايه؟ في 20 واحد، 20 نادي مش 300 و200 والكلام. فمعناها ان ال 20 دول هيختاروا افضل من يكسبهم. مظبوط. يعني انا مش هجيب رئيس رابطه لازم انا هحط له، لازم يكون فير، ما عندوش انتماءات، ان هو عنده قدره على الاداره قويه، ان هو يقدر يقود تيم يكسبني فيكسب الرابطه، يقدر يفكر لي يعمل لي تسويق، يعني مجموعه. فانت لازم تنشئ الرابطه وتجيب ناس محترفه. ناس وده محترفه مش تقصد موجود. تقصد ناس محترفه كمان بتاخد مرتبات، وده يبقى ده شغلتها. ده شغلتها الرئيسيه، انه انت عضو في اللجنه بتاخد مرتب عشان بتأدي مهمه في الرابطه. طبعا لان انا يا كابتن هاني، يعني ازاي من يدير القصه دي كلها يبقى اسمه هاوي؟ يعني انا أو متطوع. انا اجيب لو انت جبت احسن مدرب في العالم، احسن مدرب في العالم، والمناخ اللي حواليه كله لا في لا المباريات عارفه تلعب امتى، ولا الملاعب كويسه، ولا في انضباط على اللعيبه، يعني كل واحد هناك عارف مسؤولياته. صحيح. ممكن يتوقف. يعني انا بالصدفه شفت، حتى مش هنقول في كره القدم، جوكوفيتش ما عجبوش قرار حدف الكوره ناحيه الحكم، اتوقف. احسن لعيب في العالم يعني باشمهندس، لا ما فيش اي